بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 92. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، في أيام الشتاء يعني يتساءل كثير من الناس عن قضية الأحكام الشرعية المتعلقة بلبس الجوارب، وخصوصا أيام الشتاء البارد، حدثونا عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأصل هو غسل الرجلين، ولكن إذا لبس عليهما حائلا من خف ساتر لهما أو جورب صفيق يسترهما فلا بأس أن يمسح على الخف أو على الجورب، بشرط أن يكون الخف أو الجورب ساترين لكامل الرجلين، ساترين للكعبين وما تحتهما، وأن يكون سليمين من الشقوق الخروق الواسعة التي يبدو منها شيء من الرجل، فيمسح عليهما. والمسح في هذه الحالة رخصة من الله سبحانه وتعالى وتسهيل على العباد. المقيم يمسح يوم وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليها، وهذا في الوضوء فقط، أما الاغتسال والجنابة لا بد من خلعهما. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ السائل فضيلة الشيخ يقول: ما هي أركان التوحيد؟ التوحيد نفي وإثبات من قول لا إله إلا الله، لأن لا إله نفي لجميع ما يعبد من دون الله عز وجل، وإلا الله إثبات العبادة لله عز وجل. التوحيد له ركنان: النفي والإثبات، نفي العبادة عما سوى الله، وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. من يكفر بالطاغوت، هذا هو معنى النفي لا إله، ويؤمن بالله، هذا هو معنى الإثبات إلا الله. نعم. هذا السائل يا شيخ يقول: أنا جاهل بطريقة الاغتسال من الجنابة، وكنت أظن أن هذا التطهر مثل التطهر من البول أو الغائط، يعني كنت أتطهر بغسل موضع الجنابة فقط بدون الاستحمام، وصليت في ذلك عدة صلوات، فما حكم هذا العمل؟ مأجورين. يقول: أغسل موضع الجنابة، مش قصده موضع الجنابة، الجنابة في كل البدن ليست في محل، إلا إن كان يقصد يغسل ما أصابه المني مثلا. نعم. هذا يعيد الصلاة التي صلاها من غير اغتسال، يعيد صلاته، لأنه صلى من غير طهارة. وإن كنتم جنبا فطهروا، يعني بالاغتسال في جميع البدن. نعم. فضيلة الشيخ، مثل هؤلاء الذين يعني يتركون سؤال أهل العلم ويزهدون بالأسئلة الشرعية في أمورهم الشرعية، لعلكم توجهون بعض الناس؟ هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون جاهلا ويتكاسل عن السؤال، والحالة الثانية أن يكون متعالما يظن أنه على علم وأنه ما هو بحاجة إلى العلماء ويرجع إلى نفسه وإلى فهمه. وكلا الفريقين مخطئ ومفرط في دينه، فعلى الجاهل أن يسأل أهل العلم. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في موضعين من القرآن، في سورة النحل وفي سورة الأنبياء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال واجب عن أمور الدين لئلا يبقى على جهله ويعبد الله على جهل وضلال، كما هي طريقة النصارى الضالين، أنهم يعبدون الله على جهل وضلال. ونحن والحمد لله قد أزال الله عنا الجهل ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، نزول القرآن والسنة، ووجود العلماء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت أم أسماء تقول: هناك شيب في رأسي كثير، فما حكم تغيير الشيب وما هي الأدوات في ذلك؟ مأجورين. يستحب تغيير الشيب
الشيب للرجل والمرأة لكن بغير السواد، غير بالألوان التي هي غير السواد كالصفرة والحمرة والحنة والكتم وما أشبه ذلك. نعم. يقول: إذا كان إمام المسجد لا يفعل بعض السنن، هل يجوز الاقتداء به في تركها للحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ يؤتم به في أفعال الصلاة ولا يؤتم به في التفريط والكسل، تتفهم الحديث على غير مقصوده. إنما جعل الإمام ليؤتم به في أفعال الصلاة، تكون أفعال المأموم بعد فعل الإمام، تكبير والركوع والسجود والتسليم وغير ذلك من الأفعال والأقوال، لا أنك تقتدي بالإمام في تساهله وفي كسله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الأجر المترتب على الصبر عند حدوث المصائب؟ وإذا كان الإنسان لا يملك نفسه ماذا يفعل؟ الصبر عند المصائب واجب. قال تعالى: وبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن أنواع الصبر الصبر على المصائب، يصبر الإنسان ولا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأما ما لا يستطيعه من البكاء، بكاء العين وحزن القلب، فهذا لا يؤاخذ عليه لأنه ليس باختياره. الرسول صلى الله عليه وسلم حزن، والرسول صلى الله عليه وسلم بكى عند المصيبة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بحزن بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، يعني اللسان، أو يرحم. إن تكلم بكلام طيب فإنه يرحمه الله عز وجل، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وإن تكلم بكلام سيء أو نياحة أو جزع فإن هذا يعذب والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ أبو أحمد الحقيقة الشيخ صالح الفوزان أرسل بسؤال جيد وجميل ونريد أن نبسط فيه القول. يقول فيه الأخ أحمد: أنا أحب السنة وأكره البدع والخرافات، ولكن فضيلة الشيخ الردود على أهل البدع والزيغ، يقول بعض الناس لم يكن من منهج السلف، وإن كتب الردود لا ينبغي أن تنشر إلا بين طلبة العلم. نرجو من الشيخ صالح أن يوجهنا في ضوء هذا السؤال. كما ذكر السائل، الردود لابد أن تكون صادرة عن أهل العلم الذين يتقنون الرد، يعرفون الخطأ ويتقنون الرد عليه بالدليل من الكتاب والسنة. ونشر الردود هذا واجب، لأنه تعليم للمسلمين. إذا نشر هو بدعته، نشر هو أخطاءه على الناس، فلا بد أن تنشر الردود الصحيحة عليه من أجل إزالة ضرر البدعة وضرر الأخطاء، لا بد من هذا العلاج. إذا أخفيت الردود انتشر الشر في الناس وراجت البدع، ولا بد من نشر الردود الصحيحة. كل الردود الصحيحة الصادرة عن أهل العلم الذين يعرفون البدعة ويعرفون الخطأ ويعرفون كيف يردون عليه من الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: أنا عندي ذهب أبيع وأشتري منذ أكثر من 20 سنة. هذه المحلات عندي فضيلة الشيخ أتعامل مع الناس في الشراء الذهب والبيع عن طريق الشبكة، وأيضا أقوم بالتقسيط عن طريق الشبكة. يا أخي، البيع النقود، بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو النقود بالنقود، هذا يسمى بالصرف، سمى بالصرف، لا بد فيه من التقابض. إذا اتحد الجنسان فلا بد من التساوي في المقدار ولا بد من التقابض، وإذا اختلف الجنس جاز التفاضل والزيادة، ولكن يجب التقابض في المجلس، ولا يجوز أن يفترق من المجلس وبينهما شيء، ولا فيه تقسيط ولا تأجيل ولا تأخير، يقول اذهب إلى البيت وشوف وجيب لك قيمة، لا، ما يجوز، لا يفترقان وبينهما شيء كما في الحديث. أما إذا باع الذهب بغير النقد، باعه بغير الذهب وبغير النقد، باعه بقماش، بدواب، بمواشي، بغير جنسه، باعه بغير نقد وبغير ذهب أو بغير فضة، فله أن يؤخر وله أن يؤجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت زينب تقول لي: صديقة أمرها الأطباء بترك العمل ولزوم الراحة لأنها حامل، فخالفت هذه الأوامر الطبية وأسقط
سقطت جنينا ميتا في الشهر الخامس من وذلك بسبب ترددها على عملها. إذا كان الأطباء نصحوا لها بأن تترك العمل لأنه يؤثر على الجنين وخالفت ذلك وسقط الجنين بسبب ذلك إنها مخطئة، يكون عليها كفارة صيام شهرين متتابعين إذا بلغ الطفل 4 أشهر، لأنه في هذا الوقت نفخت فيه الروح فيلزمها كفارة لأنها مفرطة في هذا الشيء متسببة في قتل هذا الطفل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ، بالنسبة للنية في أثناء الصلاة هل يجوز تغييرها وهل الرواتب تتداخل؟ النية الصلاة يجوز تغييرها إلى أقل، مثلا يصلي فريضة وأراد قلبها إلى نافلة لا بأس حولها إلى نافلة، أما أن يحولها إلى فريضة أخرى أو يحول النافلة إلى فريضة هذا لا يصح ولا يجوز، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. هذا السائل يقول أمرنا بالإحسان إلى الوالدين وبرهما، بالنسبة يا شيخ للتورية على الوالدين في حال بعض الأشياء حتى لا نقوم بإغضابهما، هل هي من العقوق وما حكم التورية على الوالدين؟ التورية إذا لم يكن فيها اعتداء جائزة مع الوالدين ومع غيرهما لأجل تطيب الخواطر وإزالة ما في النفوس ولا يترتب على هذا الشيء، فالتورية التي لا يترتب عليها محذور شرعي لا بأس بها، وأما التورية التي ترتب عليها محذور شرعي وفيها كذب يضر السامع فهذا لا يجوز، أن هذا من الغش والخديعة والكذب. نعم. السائل يقول فضيلة الشيخ لا بد من الإخلاص في العبادات والمعاملات، على الشخص كيف يزيل الإعجاب بالنفس عند عمله لعبادة أو طاعة ما؟ يتذكر ضعفه ويتذكر أن الله لا يتقبل إلا العمل الخالص، إنما يتقبل الله من المتقين، ويتذكر عظم حق الله عليه وتقصيره في حق الله وأنه ما أدى شيئا أو أدى شيئا قليلا، تذكر هذه الأمور يذهب الإعجاب عنه. نعم. يقول ما أبرز كتب الفقه المعتبرة الذي يقرأ فيها الإنسان ويستفيد منها الشيخ صالح؟ ليس المهم هو الكتاب، المهم المدرس، إذا وجدت مدرسا يتقن العلم تعلم عليه وهو الذي يعين لك الكتاب الذي يناسبك، أما أن تأخذ الكتب تختار كتب بدون مدرس بدون عالم يشرحها لك هذا خطأ كبير وخطره كبير أيضا، لأنك تخرج متعالما جاهلا، ليتك بقيت على جهلك وعرفت جهلك لكن تتطور حتى تظن نفسك عالما وأنت جاهل لا تدري ولا تدري أنك لا تدري، مصيبة هذا. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ، بعض الناس يتوضؤون وعندما يصلون إلى غسل اليدين لا يدخلون الكفين في الغسل فهل يجزئ الوضوء؟ نعم يدخلهما في الغسل، لأن الغسل الأول قبل الشروع في الوضوء هذا سنة أو واجب لقائم من نوم الليل، إنما هو سنة أو واجب مستقل، لا بد من غسلهما من رؤوس الأصابع إلى ما وراء المرفقين إلى أن يشرع في العضد. نعم. هذه الأخت تقول امرأة زميلة كانت في السابق ومنذ سنوات مات زوجها ولم تفعل شيء مما أمر الله به من الحداد، وبعد فترة يا شيخ تزوجت من آخر، ماذا عليها؟ المهم تمام العدة 4 أشهر و10 أيام تمام العدة، فإذا تمت العدة فلها أن تتزوج، والإحداد هو أشياء تتجنبها وقت العدة من ترك الطيب وترك الزينة ولزوم البيت، هذا واجب من واجبات العدة وليس هو العدة، هذا واجب من واجبات العدة، فإذا أتت به فهي مأجورة وأتت بالواجب، إذا تركته متعمدة فهي آثمة، ولكن العدة صحيح، وإن تركته جاهلة فلا شيء عليها، وإذا مضى وقته انتهى. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يمني يقول لي عم عمه سوف يحجون العام القادم إن شاء الله، سيأتون من اليمن، الرحلة من اليمن إلى المدينة المنورة، من أين يحرمون علما بأنهم يريدون الحج تمتع؟ يحرمون من ميقات المدينة من ذو الحليفة من أبيار علي، يحرمون من أبيار علي المكان الذي يحرم منه أهل المدينة لأن حكمهم صار حكم أهل المدينة. نعم. أحسن الله إليكم، هذا محمد الخثعمي أرسل بسؤال يقول لفضيلة الشيخ صالح سلمه الله، ما هي الطريقة الشرعية عند زيارتي لقبر أحد أقاربي، وما أبرز الأدعية المأثورة في زيارة القبور، لأن بعض الناس يجتهد وهو على
خطأ. زيارة القبر المعين من أقاربك أو من إخوانك المسلمين أن تصل إليه وأن تسلم عليه مثل السلام على الحي، السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، ثم تجعل وجهك إلى القبلة، تجعل القبر بينك وبين القبلة وتستقبل القبلة وتدعو للميت بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار، مفتوح المجال، مفتوح، لم يعين دعاء. إنما الدعاء المعين هي الزيارة العامة للمقابر، إذا مررت بها فإنك تقول ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: سلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ارحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم أو لا تضلنا بعدهم. وإن قال السلام عليكم، السلام عليكم يا أهل القبور ورحمة الله وبركاته، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، فحسن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل ورد بأن الخالة في منزلة الأم؟ نعم، ورد هذا أن الخالة في منزلة الأم. نعم. يسأل فضيلة الشيخ هذا السائل عبارة: الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر. نعم، إذا تساهل فيها وقال سهلها الصغائر، سهله وتساهل فيها وداوم عليها تحولت إلى كبائر. نعم. فضيلة الشيخ يسأل هذا، يقول: هل لابد من لطالب العلم من حفظ المتون أم الاقتصار فقط على قراءتها والفهم فيها؟ لابد من الحفظ، العلم لا يكون إلا بالحفظ مع الفهم، ولن يفهم إلا إذا حفظ، وإذا فهم بدون حفظ فإنه يطير ما عنده، ساعة ما يغادر المكان ينسى، لكن إذا حفظ الأصول وشرحها عند العلماء والمدرسين الأكفياء إنها تثبت بإذن الله ويكون عنده مرجع. ولهذا يقولون: من ضيع الأصول حرم الوصول، والأصول هي المختصرات في العلوم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بيني وبين أخي منذ سنوات شحناء وتقاطع، وقام أحد الأشخاص جزاه الله خيرا بعد هذه المدة بالإصلاح بيننا، فكيف أكافئ هذا وقد رجعت العلاقة بيننا؟ وحدثونا عن فضل العفو والصلح بين المتخاصمين. ولم يطلب منكم شيئا، يريد الأجر من الله عز وجل ولا يريد منكم الأجر، إنما لو أصلح بين قبيلتين أو فئتين من المؤمنين وتحمل مالا بمقابل ذلك فهذا من الغارمين، يعطى من الزكاة قدر غرامته. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: الشيخ إذا قرأ الإمام سورة وذكر بهذه الآية الجنة أو النار، وتعوذ المأموم من النار وسأل الله الجنة في صلاة الفرض، هل ذلك جائز برفع الصوت قليلا؟ هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في النافلة، بعض العلماء يقول يجوز في الفرض، لأن ما جاز في النفل جاز في الفرض، والجمهور على أن هذا خاص بالنفل، أن هذا خاص بصلاة النافلة، لأنه لم يرد أن الرسول فعله في الفريضة. نعم. هذا السائل فضيلة الشيخ يسأل: بالنسبة لتدريس الرجل الأعمى للبنات، هل يستقيم الدليل في ذلك وهل في ذلك إباحة؟ هذا إنما كان في أول الأمر لما فتحت مدارس البنات ولم يكن هناك عدد من المدرسات، احتاجوا إلى أن الأعمى يدرس، أما الآن والحمد لله وقد كثر المتعلمات والمدرسات ويطلبن العمل الآن، لا حاجة إلى أن يدرس الأعمى للبنات. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، شكر الله لكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء لبرنامج نور على الدرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.